الست مشافهات هنا. مين عايز؟ احنا من طرف نجية التمرجل. خش. يا رب. تفضل. يا رب. مين فيكم؟ اختي. تفضل. بلاش ده العمار. يوه احنا هنفتح حسيمة. ربنا معاك يا سنية. يلا يلا. كان على عيني اخدم. ما باليد حيلة. البنية ضعيفة ما تستحملش. اعملي معروف. استري علي. اودي روحي في داهية؟ ده انت في اخر الشهر الثاني يا نور عيني. والعم ده كاتب كتابها ودخلتها الخميس الجاي. امال اللي رمى البذرة فين؟ كان خطيبها ومات قبل ما يكتب عليها. يا خرابي يا خرابي لو بابا عرف قبل. أنا هموت نفسي. هموت نفسي. اعملي معروف خلصي. اطمني يا شاب، كل عقدة ولها ألف حلال. هدخلك على عريسك بنت بنوت وشرفي. طب ازاي؟ أبو عين وراس عمر ما يلتص يا شاب. بس حلاوتي حتكون كبيرة. كبيرة قوي. ألف مبروك يا سي عبد الغفار، عروسة زي القمر تتربى في عزك. ومالها حمائية قوي كده؟ يو يا اخويا مش بنت السابعة. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. بإذن الله المرة الجاية ولد عشان تبقى حلاوتي حلاوتين. كل اللي تجيبه سنية رضا. يعني فرحان بالبنية؟ وقلبي حاسس انها هتكون أدم السعد عليا. ايه ان شاء الله. ناوي تسميها ايه بقى؟ امها سنية وهي سحر. سحر عبد الغفار لطفي. يا اهل البيت يا اهل الدار، النتيجة ظهرت ونجحت سحر عبد الغفار. مبروك يا ست سحر. ماما باركي لي يا ماما، نجحت في الليسانس. حبيبتي الف مبروك. ها الدكتور قال ايه؟ ممنوع الحركة لحد ما تحصل البركة. حصلت والحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. ربنا يخليكي ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. عن اذنك اما اطلب بابا في المكتب عشان اقول له على العربية الجديدة اللي وعدني بيها. ما تنسيش تبعتي تلجراف لخالتك لولا عشان تفرحيها. حصل. ونحن في انتظار هديتها القادمة من اليونان. عقبال ما نشرب شربات نجاحك في الانتخابات ونهنيك بالفرحة الكبيرة. مفيش أكبر من فرحتي بنجاح بنتي. ربنا يخليها لك. سحر عندي بالدنيا كلها. كنت هنسى. خد وحياتك يا أستاذ سيد، ده باسبور سحر. أعمل لها إجراءات السفر للخارج. أنا كنت واعدها برحلة لأوروبا لو نجحت. ربنا يخليها لك
ويبارك لك فيها. ولو سمحت كمان اصرف مرتب شهر لكل الموظفين. هدية من زهر. ست ام شفاعات ازيك؟ الله يسلمك يا سعدون. فينك من زمان؟ بقالنا شهرين ما شفناكيش. سافرت البلد اجيب شوية قشطة وزبدة لست سحر، ورقدت هناك رقدة ربنا ما يوريك. لا سلامتك يا ست ام شفاعات. الله يسلمك يا اخويا. ايه وزي الجماعة؟ الهانم الكبير بقاله يومين صحيت وتعبان خالص. كل دي يا دكتور تعالى دكتور نازل ربنا يستر. يا لهوي ده انا سايباها حلوة وزي الفل وبتقوم من السرير. فرحته بنجاح سهر هانم عمل له أزمة تاني في قلبه. أنا سبق قلت إن أي حركة أو أي انفعال سواء بالفرح أو الحزن خطر عليها، وأدي النتيجة. أنا السبب، أنا السبب. دلوقتي عشان تستريح شوي وانا اقعد جنب ماما بدلك. انا كده مستريح، ادخل كمل نومك ولو تعبت هبقى صحيك. احنا اتفقنا على ايه؟ مش نعمل نبطشية انا وانتي كل 3 ساعات؟ يلا يلا روح بابا، يلا روح نام. كتر خيرك يا ام شفاعات، انا مستريحة كده. يا بنتي بقالك ليلتين عينيكي ما شافتش النوم. قومي يا حبيبتي قومي، يلا قومي استريحي. اديني قاعدة جنبها وان عايزت حاجة هبقى انده عليكي. بابا بابا في ايه؟ ما تتخدش كده، ما فيش حاجة. بس أصلي حسيت بنفسي تعبانة شوية، قلت أصحيك عشان تدي لماما الدواء بعد نص ساعة. مفيش كل اللي نهبتيه مني. وطي صوتك يا ست سناي. انت ايه؟ مفيش في قلبك رحمه؟ بقولك وطي صوتك لحد يسمعنا. 23 سنه بتنهبي فيا واخرتها جايه تسرقيني. لا ما تقوليش تسرقيني، انا باخد حقي يا نور عيني.
ما انت قالت الاصل صحيح. برضو دي اخرتها استثنية. انتي اسفه المخلوقه شفتها في حياتي. فوق روحك يا نور عيني، واعرفي بتكلمي مين. ده انا ام شفعات، ام شفعات اللي دارت عارك وسترت عرضك طول السنين دي كلها. اسكتي. ان كنا نسينا اللي جرى نجيب الدفاتر تنقرى يا عينيا. ربنا ينتقم منك. ليه؟ خلفت بنت في الحرام ولزقتها لراجل غير ابوها. اقول لك اسكتي. خلاص اديني ثمن سكوتي. عايزه ايه؟ عايزه ايه اكتر من اللي خدتي 23؟ بابا واخويا مسافرين وما فيش في البيت غير انا وماما وتيتا. يا ريت تيجي تقعدي يومين وتغيري جو. متشكره يا فيفي. لازم تبعدي عن البيت شويه. وبابا اسيبه لمين؟ حرمتيني من الضنا وضيعتي عمري جنبي كتر.
سيبيني لوحدي. بس انت يا بابا لازم اطلعي بره. اطلعي بره. طمني يا ست صحر زمانه جاي. اطمن ازاي بس؟ الساعة بقت 2 ولسه ما جاش. قلت في بينا يا رب. أرجوك يا أستاذ سيد لو جه أو اتصل بيكم بلغوني على طول. حاضر يا ست صحر، بس هدي نفسك إن شاء الله خير. معاكي بقى يا سحر، انتي بس صغيره عشان تعملي في نفسك كده. الغايب حجته معاه، بس لو اعرف هو فين. البي وصل. كنت فين؟ كنت بدور عليك. هو انا عيل عشان تدوري عليه يا بابا؟ أنا اتخضيت عليك. إيه هتعملي وصية عليا؟ علشان خاطري يا بابا ما تعملش في نفسك كده.
بابا بابا، ده انا ما بقاليش غيرك في الدنيا يا بابا. خالتي الحبيبه، لست اعرف كيف ابدا لك سطوري الحزينه، ولا ادري كيف اصور لك الماساه التي اعيشها بعد ان رحلت ماما الحبيبه وتركتني انا وبابا المسكين فريسه للحزن الذي جعلنا غريبان في بيت هجره الحب. تعرفي خالتي دي منين؟ انت طيب؟ هرد عليك اقول ايه؟ دي خالتي. وكانت بتيجي مصر تزوركوا في غيابي، مش كده؟ وفيها ايه ان اخت تزور اختها الوحيده؟ اخرسي، فيها انها منحله واني كنت مخدوع، وياما لسه هكتشف خيانات. يا بابا المسامح كريم، دي طنط لولا طيبه خالص. وليه ما قلتليش ان امك عرفتك بيها؟ قالت انك بتكرهها وانك واخد منها موقف. وداريتي عليها وسبتوني عايش في وسطيكوا 23 سنه اعمى. يا بابا انت لازم تراجع نفسك، مش يمكن تكون ظالمها؟ ظالمها؟ ماما قالت لي كده. ماما منزل الاستاذ خليل حمدي المحامي. انا عبد الغفار لطفي. ايوه خليل، عايزك باسرع ما يمكن توقف سفر بنتي سحر. عارف انه مش ممكن، بس دي بنتي. انت مش معاك التوكيل؟ خلاص اتصرف، حاول باي طريقه يا اخي.
بونجور، طلع الشنطة دي أوضة 14. ذو سيمو تونتازيا أريسو. بونجور. بونجور. تعالي لي يا ماري، عايزاكي؟ مدام لولا، أوضة 7 طلب الحساب. حاضر. بونجور. ابويا يبقى مين؟ ابوك يا عبد الغفار طبعا. لا 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 حبيبتي، حبيبتي ما تصدقيش كلامه ده، اكيد جرى عقله حاجه اكيد. ارجوك يا بنت. ايوه حبيبتي، انا جيت هنا عشان اعرف الحقيقه. حقيقه ايه بس يا سحر؟ حقيقه ايه؟ صدقيني انا مش حاسه لو عرفت الحقيقه، لكن يمكن اموت لو ما عرفت. بعد الشر عليك يا عني، بعد الشر عليك. لو بتحبيني صرحيني، انا ما بقتش صغيره، من حقي اعرف اذا كنت بنت عبد الغفار ولا بنت حرام. لا 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 الله يخليكي. اعملي معروف، انا تعبانه قوي. يا عيني، هتقولي ليه؟ هتقولي هتقولي لازم ترجع بأي طريقة، لازم ترجع. ما تنساش انها بلغت سن الرشد. ولو دي بنتي وهربانه مني، ومن حقي اجيبها من اي مكان في الدنيا بالبوليس. هدي نفسك يا سيد عبد الغفار، مفيش داعي للفضايح. انت عاوز تسوق سمعه بنتك؟ مش عارف اعمل ايه يا استاذ خليل. قلبي قايد نار وعقلي هيطير من دماغي. انا مقدر موقفك ورايي انك تسيبها تريح اعصابها كام يوم وبعدين تسافر لها بنفسك، وهي قاعده عند خالتها مش حد غريب. خالتها دي ست منحله، انا مقطعها بقالي اكتر من 20 سنه. ليه هي اللي وزت البنت على الهرب مني بعد موت امها؟ في الحالة دي لازم نحكم عقلنا ونفكر بهدوء. أرجوك يا أستاذ،
ساعدني في إنقاذ بنتي الوحيدة من السقوط. كل اللي قلتهولك ولسه بتحقدي عليها. مين ما بيحقدش على الغش والخداع؟ انا ما كنتش اعرف ان قلبك قاسي للدرجه دي. عايزه تفهميني انها ما غلطتش. ومين في الدنيا بس ما بيغلطش؟ البنت الشريفه مش ممكن تسلم نفسها حتى لخطيبها. يا حبيبتي، لكل إنسان لحظة ضعف بيبقى فيها غريب حتى عن نفسه. والراجل الطيب اللي خدعته غشته برضه في لحظة ضعف. يا سحر، انتي لسه صغيرة، بكرة تفهمي الحياة وتقدري الظروف. وأنا مين يرحمني؟ مين يقدر ظروف؟ احمدي ربنا، ده انتي أحسن من غيرك بكتير. أنا مين؟ تقدري تقولي لي أنا مين؟ ما تخلينيش أندم على إني اعترفتلك بأخطر سر في حياتي. يا ريت حطيتني في ملجأ ولا رميتني على أي رصيف. وبعدين معاك يا سحر، يعني أنا الحق عليا. ليه ما كتمتش نفسي ساعة ما اتولدت؟ ليه تخليني أدفع تمن غلطتها هي طول حياتي؟ ليه؟ تعالي تعالي بحضن خالتك، تعالي يا حبيبتي تعالي. اللي انت معيشة نفسك فيها دي بقالك 10 أيام هتجيب نتيجة؟ نفسي أعرف انت بتفكري في ايه دلوقتي؟ دلوقتي عرفت ليه ما كانش طايق يبصلي في وشي وعايز يقتلني. وبعدين معاكي بقى يا سحر، وبعدين معاكي يا حبيبتي. معذور، شكلي بيفكروا بالخداع، بالغش والخيانة. معها سحر، سحر المستقبل قدامك مفتوح، مش لازم تعقدي نفسك بالشكل ده. حاولي تنسي، حاولي. يا ريت يا ضنط، يا ريت. بس ازاي؟ اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. مفيش في الدنيا مصيبة أكبر من مصيبتي. بتهيألك الأوتيل ده كان ملك المرحوم جوزي، باعهولي باع وشراء قبل ما يموت علشان محدش من عيلته يقدر ياخده مني. يا سلام، كان ملاك مش إنسان. حبيته قوي. عشت معاه سنتين أجمل سنين عمري. متعني، نساني أهلي وناسي واللي عملوه فيا بسبب إني اتجوزت أجنبي. قال إيه خواجة؟ نهايته. مش معقول الإنسان يعيش في سعادة على طول. مش ممكن طبعا.
لازم القدر يتدخل ويلعب لعبته. فجأة لقيت نفسي لوحدي في بلد غريبة. ما تتصوريش قد ايه يا صحر الغربة صعبة. اضطريت اواجه الحياة دي كلها بمشاكلها لوحدي. عارفة ما خرجنيش من كل البلاوي دي غير حاجة واحدة، الشغل. اشتغلت كتير لحد ما حققت كل اللي انت شايفاه ده. ايه رأيك بقى؟ مش تشتغلي احسن وتريحي خالتك؟ لغوريا زموسيس بن داكوسيس درخمس بالروسيس تيكاسا. مرسي. اعملي لك شويه همه يا مدموزيل يا اللي لسه مترقيه جديد. بصراحه شغل المطبخ اريح بكتير. ما تنسيش ان حضرتك تبقي وليه عهد الاوتيل. يعني ايه؟ يعني لازم تخدمي في كل الاقسام وتعرفي كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منك يا طن. هتقفي ترغي معايا ولا ايه؟ اتفضلي يا مدموزيل شوفي شغلك. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, oui. إن شاء الله الفول بتاعنا عجبك. أوي أوي. بألف هنا وشفا. أي أكلة مصرية تنفسكوا فيها اطلبوها. ميرسي. وي مسيو. عاوز أوضة. وتكون بعيد عن الناس. يا سهر حضرتك ما بتحبش الدوشة ولا كتر الكلام. باسبور لو سمحت. شريف ايه يا فندم؟ ايه خط الحكومة وحش؟ شريف فريد مصري، نمرة الباسبور عندك. متشكرة. اتفضل املى البيانات دي. امليها انت يا فندم. الاصول عندنا كده. اصول؟ مدموزيل سحر. ايوه يا فندم. وصلي الاستاذ اوضه 11. حاضر اتفضل. بالهنا والشفا. مين أذنك تفتح الستارة؟ بونجور. بكره هتبقي متر دوتيل هايله. تلمستك. بس ناقصك حاجه واحده. ايه؟ الابتسامه. اهم حاجه في الشغلانه دي الابتسامه. اعذريني يا طنط،
انا عارفه ان دمي تقيل لكن مش بايدي. بالعكس دمك شربات حتى وانتي مروزه. مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. امال كنتي حرمانه من الضحكه الحلوه دي ليه؟ هو ده شكلك الحقيقي. ايه دي صورتك المستخبيه ورا مكياج النعومه والرقه استعمليه انت وكل بنات جنسك خونه. لكن انا هكشفكوا على حياتي. لازم كل الناس تعرف ان المراه هي رداء الشيطان. رداء الشيطان اللي بيخفي وراه انيابه الشرسه. ليه تعملي فيا كده؟ هو ده جزاء حبي ولا تمن وفائي وخلاص؟ الساعة كام بالظبط؟ الساعة 11 يا فندم. ها؟ هو أوضة 11 عنده ضيوف فوق؟ ضيوف؟ سامعاه بيتخانق مع واحدة ست. ده باين عليه مناخول. تصوري يسألني دلوقتي عن الساعة وبعدين يروح رازع السماعة في وشي من غير حتى ولا كلمة شكر. أعذريه باين عليه متأثر منها قوي. من مين؟ من الست اللي عنده فوق. يا بنتي ده من ساعة ما وصل هنا وهو أوضته ما اتفتحتش. مش معقول. بقول لك سامعاه بيتخانق معاها. يبقى أكيد مناخوليا ويكلم نفسه. أنت متأكدة إن مفيش عنده حد فوق؟ أمال يعني قاعدة في الأوتيل طرطور؟ طبعًا متأكدة. مسكين. إحنا ناقصين قلب الدماغ. يا ريتني طوحته في اوضه بعيد عن اوضتنا. ايه الخط ده؟ في اوضة صاحبنا؟ باين كده. انا عايز اعرف بقى بيعمل ايه لفندي غريب الاطوار ده في ساعة زي دي؟ انا عارفة. الاول المنبه ودلوقتي الخط. على فين يا طن؟ لازم اعرف بقى هو بيعمل ايه. ده انت عيب. هو عيب صحيح وعمري ما عملتها ولا هعملها، لكن لازم اعرف الافندي ده بيعمل ايه. مش جايز يرتكب جريمه في الاوتيل. الله اكبر. سبحان الله. ايه ده بيصلي؟ بيصلي؟ شفتي وكنت ظلمه بتقولي عليه انه مجنون. يلا بينا بقى احسن، لو حد شافنا كده منظرنا وحش قوي. معلش بقى.
11 دي ربيت العصر. ماله؟ ما خرجش من اوضته بقاله 5 ايام. 5 ايام؟ يمكن جراله حاجه. ما هو لازم يكون جراله حاجه. ياكل ازاي؟ اكيد مات. مات. الفصل الرابع والاخير من المأساة سينتهي هذا الاسبوع. بعد ايام قليله سأودع الدنيا الجميله لارحل الى عالم مجهول. ربما كان كئيبا مخيفا، ولكن اجمل ما فيه انك لست فيه ايتها الجميله الخائنه. واني عندما كنت انا قلت مش عايز حد يزعجني. الحكايه دي هقولها 100 مره. لما اقول مش عايز حد يزعجني يبقى مش عايز حد يزعجني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ من فضلك انا عايزه انضف الاوضه واغير الفرش. الاوضه بقالها 5 ايام ما اتنضفتش. للاسف الشديد الناس بتهتم بتنظيف كل حاجه الا انفسهم القذره. لما امشي من هنا بنضفيها. مش بقولك مجنون؟ وليه ما تقوليش ان في حياته مأساة؟ برضه يبقى مجنون. اللي يستسلم للمقاسي يتعقد ويبقى مجنون. المعقد بيبقى محتاج دايما ان حد يقف جنبه يفك عقدته قبل ما عقدته توصله للجنون. طول ما هو قافل بابه عليه مش هيلاقي حد يقف جنبه. انتي اكتر مخلوقه بتعاني من الخيانه والغدر. الكل بيستمتعوا بشبابك وجمالك ويفضلوا يشموا فيكي لغايه لما تتبلي وتموتي ويدوسوكي برجليهم يا مسكين. مع الاسف انا كنت واحد من الخونه الغدارين اللي دسوكي. بعد ما تمتعوا بجمالك ما كنتش حاسس بالامك. ما عرفتش قسوة عذابك الا دلوقتي. حق كل ورده دوست عليها. ربنا انتقاملك مني. صدقيني زي ما دوستك برجليا بعد ما استمتعت بشبابي دستني هي برجليها بعد ما اديتها كل حياتي. إيه؟ احنا لو سيبنا اوضه 11 بالشكل ده اكيد هيجري له حاجه. ليه؟ تصوري قافل على نفسه باب اوضته ونازل رغي مع ورده في كوبايه. احنا لازم نفكر في طريقه نبعده بيها عن الاوتيل. اللي زي ده وجوده خطر. لا احنا عارفين حالته هتتطور لفين. حرام يا طنط، المفروض اننا نحاول نساعده ونخرجه من ازمته. لا 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 لا، خديها نصيحه مني. لا تعاملي المجنون ولا تخلي المجنون يعاملك. بس ده مش مجنون يا طنط، ده بيعاني من أزمة عاطفية. بقولك حبيبته خانته واحنا مالنا. شغلتنا ديت ياما هيقابلك مصاديم ومقاديم وحيار. واحنا بقى لو فكرنا نساعد كل واحد فيهم يبقى نقلبها مستشفى مش اوتيل. ايوه بس المفروض المتر دوتيل الناجح لازم يكون قلبه جامد. بيروح ينضف الاوضه دلوقتي لو كنت عايزه.
الفصل الرابع والأخير من المأساة سينتهي هذا الأسبوع. بعد أيام قليلة سأودع الدنيا الجميلة لأرحل إلى عالم مجهول، ربما كان كئيبا مخيفا، ولكن أجمل ما فيه أنك لست فيه. في مصيبة هتحصل دلوقتي حالا. مصيبة؟ شريف جايب معاه مسدس وهينتحر بيه. ينتحر هنا؟ اه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هيقفل الاوتيل، الاوتيل هيتقفل. هاتي روبي، هاتي لي روبي. انت واقفه لي كده؟ نعم، أي خدمة؟ حضرتك جايب مسدس هنا وتقول لي أي خدمة؟ وأنت مالي؟ وأنا مالي؟ أصل إحنا اتخضينا عليك يا أستاذ شريف، افتكرناك يعني ناوي. حضراتكم بتتجسسوا عليا. تسمح تديني المسدس ده؟ لا. ممنوع النزيل يشيل معاه أسلحة. أمال النزيل يشيلها فين؟ يسلمها للأمانات تحت. وهو حضرتك هتعوز المسدس بس في إيه؟ وأنت مالك؟ إذا ما اديتنيش المسدس ده أنا هبلغ البوليس. دي آخر مرة اسمح لك فيها تجسسي عليا. المرة الجاية أنا اللي هبلغ البوليس. أنا لازم أمشي الحيوان ده من هنا بأي شكل. تعالي. أوتومايزر باركالو. أريستوبولي. تلبس بتاع أوضة 11 سادة الصبح. أوضة 11؟ بقى بيكلمنا من أوضته بالجوابات. الله، دول يطلعوا لهم يجي مليون درهم. ده في ورقه مع الفلوس. اقريها وحياتك. السيده المحترمه صاحبه هذا الاوتيل مرفق بهذا مبلغ كبير من الدرهمات لتسديد حساب اقامتي في الاوتيل، مع مراعاه اني لم اتناول
أي أكل عندكم، أما الجزء الباقي فأرجو أن تقيمي بي حفلة كبيرة في الأوتيل لتأبيني بعد وفاتي شريف فريد. يعني هو دلوقتي في أوضته ولا خرج؟ أنا شرفني. اليوم تنتهي مأساة قلبي، سأرحل إلى العالم المجهول من فوق صخرة العشاق. فين صخرة العشاق دي؟ ليه ناوية تعملي إيه؟ قولي لازم أنقذه. وأنت مالك؟ أعملي معروف، لازم أعرف فين صخرة العشاق دي. يا بنتي إحنا مالناش دعوة بيه. أعملي معروف يا طنط، يمكن لما أقف جنبه ربنا يوقف ولاد الحلال لبابا، ما هو مصدوم نفس صدمته. يا سحر طوعيني، مالناش دعوة بيه، ده إنسان مجنون. يا طنط مفيش وقت، قولي بقى. أنا هعرف هي فين. أريستوبولي. هيكشفكم للدنيا على حياتكم، وهيفضحكم، وهيفضح خداعكم وخيانتكم. أكيد الإنسانة اللي خانتك معذورة. أرجوك يا أستاذ شريف ما تزعلش مني، أظن مش معقول شاب زيك ينتحر علشان واحدة خاينة. أنت عارفة انتحاري ده معناه إيه؟ معناها إنها أقوى منك، وإن ضعفك ما خلكش تقدر تتحمل الموقف فهربت. هربت من الخيانة والحب والدنيا كلها. بالعكس، انتحاري معناه إن كل ست في الدنيا خاينة، ما تستاهلش ضفر أي راجل. صدقني، انتحارك ده كان هيبقى هزيمة لكم كلكم، رمز لقوة الستات وانتصارهم على جنس الرجالة. Thank you.
لو كان الانتحار حل للمشاكل والأزمات ما كانش يبقى في الدنيا ولا واحد عايش لغاية دلوقتي. سحر غابت قوي، انا خايفه عليها من المجنون ده. كان لازم تروحي معاها يا مدام لولا. هي ادتني فرصه قد كده. انت بتكره بنات حواء وبحتقرهم كمان. ما تفتكريشك منك قدرت تمنعيني من الانتحار المره دي، انك هتقدري المره الجايه. هو في مره جايه؟ طبعا، وخلال اسبوع واحد. ولو شاطره انت وخالتك يبقوا تجسسوا عليا ويعرفوا هنتحر امتى وفين. يا أستاذ شريف، أي إنسان في الدنيا بيمر بأزمة نفسية بيبقى مش طايق فيها نفسه، لكن الإنسان القوي هو اللي بيقدر ينتصر على أزمته بالإيمان، خصوصاً إنك مؤمن وبتصلي. وإنتي شرف؟ ما تعرفش إني أقدر أقرأ أفكارك من عينيك أقول لك كل أسرارك؟ إيه؟ طبيب عيون سيادتك؟ اسمها طبيب روحاني حضرتك؟ أيوة كده أضحك. انما انت كنت بتتجسسي عليا ليه بقى؟ حسيت انك بتمر بازمه نفسيه، واللي داق مرارة الازمات النفسيه يصعب عليه يشوف حد بيتقلب. الو، استنومية؟ خلاص خارستوبولي، عاجبك كده تدوخين عليكي طول النهار؟ معلش يا طنط، انا اسف. عملت ايه علشان تمنعيه من الانتحار؟ لبستي بدله؟ انا مش فاهمه ليه حضرتك واخده منه موقف بالشكل ده. لانه انسان تافه ومجنون. بالعكس، ايه رايك بقى انه عميق جدا وعاقل خالص؟ لو هو انسان عاقل يعمل اللي عمله ده؟ انت مش قلتيلي ان لكل انسان لحظه ضعف بيبقى فيها غريب حتى عن نفسه؟ أكيد الإنسانة اللي خانتك معذورة. الإنسان القوي هو اللي بيقدر ينتصر على أزمته بالإيمان. سونيا، من فضلك وصليني الأوضة 11. محدش بيرد. أستاذ شريف، يا سونيا اطلبي لي البوليس، ده خرج ينتحر تاني. ارجوك يا سونيا بسرعه قبل ما يعملها.
أستاذ شريف. لا عفريته. أصلك خضتني عليك. تحب أحضر لحضرتك الفطار؟ ممكن كمان تفتح الشباك علشان النور يدخل. الله، اما المنظر جميل بشكل من هنا. تسمحي لي ابقى اخرج اتفسح شويه؟ تاخد بالك من نفسك؟ ما اضمنش. رجل على رجلك. يا ريت. مش معقول، انت كمان بتحب القطط؟ بموت فيهم. اظن بقى كمان هتقولي لي انك انت بتحبي الجلاش باللحمه المفرومه. اكله 7 ايام في الاسبوع ما اقولش لا. هو في حد يقدر يقول له لا؟ حاجه غريبه بقى. اظن بقى هتقول لي بحب اللون الابيض وبتفائل بيوم الاربع. تمام، الابيض والاربع بالظبط كده. ايه ده؟ انت عرفت الحاجات دي منين؟ مش عارف. انت عبيطه. انا عايز اتشكر لك قوي على الوقت اللطيف ده، وارجو اني ما كنتش عطلتك عن شغلك. بالعكس، انا كنت محتاجه ان حد يخرجني من فسحة. خلاص يا ستي، كل يوم من ده. عن اذنك. هو انا هقعد كل يوم اقلق عليكي كده؟ معلش يا طنط، انا حاسه اني بعمل خدمه انسانيه. ورحتوا فين؟ اتمشينا في البلد شويه. تصوري المحافظه حته حته. ويا ترى قدرتي تخرجيه من ازمته؟ لغايه دلوقتي العلاج ماشي كويس، بس انا خايفه. من ايه؟ خايفة تخرجي من أزمته وتحطي نفسك في أزمة معاه. أزمة إيه؟ طبعاً أنتي من صغيرة دلوقتي علشان أنصحك، لكن من واجبي أحذرك. من إيه؟ من ثقتك اللي بتديها لأي حد بكل سهولة. أنا خرجت مع شريف لأني حسيت إنه محتاج إن حد يقف جنبه. أنتي قلتيلي إن اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. صدقيني اهتمامي بمشكلة شريف خلتني ابتدي انسى اللي انا فيه. طمني يا طنط، انا عارفة حدودي كويس. Thank you.
شكلك كده بيقول انك عايز تقول حاجه. ايه؟ مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ بتقري افكاري بطريقه مش طبيعيه. مع ان افكارك خطها وحش. طب انت عايزه تقولي حاجه؟ طب قولي. انت انسان كويس؟ سؤال غريب، مفيش انسان عاقل يشكر في نفسه، ومع ذلك اسالي عني. انا بسالك انت وهصدقك. مادام هتصدقيني ابقى انا انسان كويس. لكن ليه بتسالي السؤال ده؟ هل انا؟ ابدا، بس عشان انا انسانه كويسه. تعالى تعالى اقعد. ايه؟ اقول لك حاجه وما تزعلش. قولي. انت اول ما جيت قلت عليك قليل الادب. اقول لك حاجه وما تزعليش. قول. انا يوم ما شفتك فكرت اذبحك. ودلوقتي؟ دلوقتي عايز اذبح نفسي عشان فكرت في يوم اذبحك. ما قلتليش. ايه؟ انا لسه قليل الادب؟ طبعا. ليه بس؟ عشان مجوعني لغايه دلوقتي. طب يلا بينا. هعزمك على ميزاليكيا. طيب 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 تشويش. ملاحظة اني بقيت كتاب مفتوح قدامك وانتي ما قلتليش اي حاجة عن نفسك. عايز تعرف عني ايه؟ كل اللي تعرفيه عني، حياتك، ظروفك. بابا عايش؟ بابا توفى من قبل ما اشوف الدنيا. الله يرحمه. اتربيت مع ماما في بيت جوزها، هو اللي رباني لغاية ما اتخرجت من الجامعة. كان راجل طيب جدا لدرجة ان عشت سنين طويلة فاهمة ابويا الحقيقي. هيبقى انسان عظيم فعلا. ربنا يرحمه. مات؟ لا، عايش. انا جيت هنا اعيش مع خالتي لاني ماليش في الدنيا حد غيرها. بكره يبقى لك ناس كتير قوي لما تتجوزي وتبقي ام، ولما اولادك يتجوزوا وتبقي تيتا. انت سرحت بعيد قوي. انت بنت ممتازه صح، وبكره تلاقي الانسان اللي يتجوزك ويسعدك.
هو ده اللي انا كنت خايفه منه. انا مش قلت لك مالكيش دعوه بيه؟ اديكي خرجتيه من ازمته ودخلتي نفسك في ازمه معاه. انا مين يا طنط؟ اه هنرجع تاني يا سحر، تاني وتالت، وطول ما في ناس بتسالني انت مين، ابوك يبقى مين؟ انت بنتي، انا المسؤوله عنك. يا طنط كفايه تزييف بقى، مش عايزه اكون مزيفه اكتر من كده. اخص عليك، انا ما كنتش انتظر منك تقولي كده. مش هي دي الحقيقه؟ ده انا ما صدقت لقيتك في حياتي، وقلت ربنا عوضني بيكي، تقفي جنبي وتحسسيني بنعمه الامومه اللي اتحرمت منها. افرح بيكي وارتاح في بيتك والعب مع اولادك. انا ليا مين في الدنيا غيرك يا سحر؟ مين اللي بعد ما اموت؟ بعد الشر عليك يا طنط. بلاش كلمه يا طنط دي، لو بتحبيني صحيح قولي لي يا ماما، قوليها. يا حبيبتي، يا ماما، يا امي، يا حبيبتي. تليفوني يا استاذ شريف. الو، اهلا. انت بتتكلم منين؟ طب انا جايلك على طول، ما تخافش هعرف اوصل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ لزوم الشغل. هو حضرتك وصلت امتى؟ من ساعتين، وبقالي 3 اسابيع مستنيك في مصر. ما انا قلت لحضرتك ان المهمة مش سهلة ومحتاجة لشوية وقت، ما كانش في لزوم حضرتك تيجي. جيت اطمن، خفت الفلوس تكون قصرت معاك. انا مش محتاج الفلوس. وصلت لحد فين؟ هجيبها لك مصر في خلال اسبوع. ما تتصورش قد ايه انا عايش في فراغ من غيرها. في الحقيقه كنت متصور اني هلاقي بنت طايشه هربانه من اهلها، لكن فوجئت بعد ما قابلت الانسه سحر بحاجه تانية خالص. كله من خالتها. ما تاخذنيش عبد الغفار بيه، انا شايف ان مدام لولا ست محترمه وبتخاف على سحر، خوف الام على بنتها. ما تاخدش بالمظاهر يا ابني، ودي مسائل عائليه. ارجوك ترجع لي سحر. اطمن عبد الغفار بيه، سحر هترجع لك باسرع ما يمكن. صباح الخير. صباح النور. شوف بقالك قد ايه عندنا واول مره تدخل الريستوران. ما كنتش عارف اني حارب نفسي من متعه جميله بالشكل ده. واحكي لي بقى ايه اخبارك؟ بقضى بنفسي عشان مسافر بكره. سافر بكره بالسرعه دي؟ مدموزيل سحر،
من فضلك شوفي شغلك. زعلانة انه مسافر. يا ترى بيحبك قد ما بتحبيه؟ بنت الخطيئة عمرها ما تتعب. انتي قلتي له حاجة؟ طمني، هرب بمجرد ما عرف اني مقطوعة من شجرة. ما استناش حتى قبل ما اقول له على الحقيقة. الحقيقة أنا اللي طلبت منه يسيب الأوتيل. أنت؟ أيوة. ليه؟ مش أنا الأم اللي تسيب بنتها تتسلى مع شاب ما يربطهاش بيه أي صلة. أيوة، لكن مش وقت. أنا اديتكوا الفرصة الكافية علشان تتعرفوا على بعض، وأفتكر كل شيء له حدود يا سحر. تصبح على خير. أنا مديون لك بحياتي. أشوف وشك بخير. ما قدرتش ارجع مصر من غيرك. بتطلب مني اغلى حاجه في حياتي. لانها بقت اغلى حاجه في حياتي انا كمان. ايه رايك يا صح؟ اللي تشوفيه يا طنط. انا ما عنديش مانع، بس بشرط. وانا تحت امرك. تعيشوا معايا هنا. الله، طب وشغلي ومستقبلي؟ انت لسه في بدايه حياتك، وهنا كمان شغل. ايوه، لكن انا ما اقدرش اعيش غير في بلدي. وسحر مش ممكن تعيش غير هنا معايا. صحيح يا سحر. ساكته ليه يا سحر؟ اتكلمي. يعني اسافر لوحدي؟ لا، ربنا يهنيكوا. مبروك يا شريف، انت علشان انسان طيب
وعلشان كده ربنا هيساعدك. هتوحشيني يا حبيبتي. هتزوريني وازورك باستمرار. مبروك يا سحر. ياسو ياسو بونسوار. بونجور يا حياتي، احنا بقينا الصبح. ياي السهرة كانت جنان، ما كانتش ناقصة الا حضرتك. ليه ما جيتيش معانا؟ لو كنت جيت معاكم ما كانش هتبقى جميلة. ازاي بقى؟ ربنا ما يوعدكم بعزولي عناي. يلا تعالي تعالي شوفي الحاجات اللي انا جايبها. ايه ده؟ ايه ده؟ يا رب ذوقي يعجبك. كل ده عشاني؟ إذا ما كنتش هجيب لك هجيب لمين؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا طنط. إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ يا ماما يا ماما يا روح قلبي يا حياتي. هتسرحي بيا يا بنت، كل حياتك في الأوضة اللي جنبنا. في إيه يا صاحبي؟ مش عارف. الليلة شريف طول ما هو قاعد جنبي كان سرحان. خضتيني. طب ما هو طبعا لازم يسرع، مش خلاص هيتجوز ويشيل مسؤولية. عارفة أنا لازم أعترف لشريف بكل حاجة، مش ممكن جوازنا يتبني على غش. يا سحر أنا أكبر منك وفاهمة كل حاجة، خلي الأمور تمشي ببساطة وما تعقدهاش. يعني أغشه؟ لو اللي انت عايزه تقوله له ليه اهميه، اول واحده اقول لك اتفضلي صرحيه. ملوش اهميه ازاي؟ ده عشان لوحدك. انا المسؤوله عن اي موقف يحصل لك في حياتك ولازم تسمعي كلام. يلا يلا تعالي شوفي هدوم. مش عارفه. دلوقتي بقى هروح اكلم والدي واجي حالا. ادينا فرصه لبكره عشان نستقبله. ما عنديش وقت، بكره لازم نكتب الكتاب. على مهلك شويه يا عريس، مستعجل كده ليه؟ عن اذنكم انا مش هغيب. شريف عايز اكلمك في موضوع مهم. مالك يا سحر؟ في ايه؟ في سر كبير في حياتي لازم تعرفه. سر؟ سر ايه؟ تعال انا.
أنا مش طالبة منك تقرر أي حاجة دلوقتي. أدي نفسك فرصة تفكر في كل اللي قلته لك. ومين في الدنيا مسؤول عن ظروف وجوده؟ أنا مش عارف أشكرك إزاي. إحنا تعبناك معانا. دول 2000 جنيه قيمة الأتعاب اللي اتفقنا عليها. اتفضل. سيادتك عارف إني قبلت أقوم بالمهمة دي بدافع إنساني قبل أي حاجة تانية. وأنا عمري ما هنسى جميلك ده. هي فين دلوقتي؟ موجود بس مش حاضر اقابلك بيها. ليه؟ احنا دلوقتي قدام مشكلة لازم نعالجها بمنتهى العقل والحكمة. مشكلة ايه؟ ارجوك يا عبد الغفار بيه تفتح لي قلبك وتعتبرني صديق مخلص مش مجرد محامي صغير في مكتب وكيلك الاستاذ خليل. عايز تقول ايه يا استاذ شريف؟ سحر قالت لي على السبب الحقيقي اللي خلاها تهرب منك. ايه هو؟ خوفها عليك من لحظات ضعفك. يعني ايه؟ سحر بالنسبة لك اصبحت شخصين مش شخص واحد. ممكن توضح كلامك؟ انت بتشوف فيها صورة حية للانسان اللي خدعتك. ايه الكلام الفارغ ده؟ سحر بتحبك يا عبد الغفار بيه، بتحبك جدا، وده السبب اللي خلاها بعدت عنك. انا مش فاهم حاجه ابدا. انت عايش بقلب مشروخ، قلب نصه حب وحنان لبنتك اللي اتربت في حضنك 23 سنه، ونصه التاني حقد وكراهيه لمراتك اللي حطمت حياتك. اسكت. انا اسف اذا كنت ضايقتك، لكن هي دي الحقيقه اللي انت بتحاول تهرب منها. انت عايز ايه؟ عايز احميك من ارتكاب جريمه في حق نفسك وحق بنتك. مش ملاحظ انك تعديت حدود مهمتك يا استاذ؟ بالعكس، انا ابتديت اقوم بمهمتي. سيادتك بعتني انقذ صحر، وانا دلوقتي منقذها. عن اذنك. ما عرفتش حاجة. اطمن.